سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامجكم تخلص. يعني من الآخر، يسعدني ويسعدكم مشاهدينا الكرام أن نرحب في ضيف هذه الحلقة وهو سيد مضر يونس، رئيس مجلس عرى عرارة ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. مساء الخير أستاذ مضر. يا أهلا وسهلا فيك. طلع، لما بتحمل خلينا نقول ثقل، أول إيش رئيس مجلس حمل ثقيل ومسؤولية ثقيلة، زائد رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مش ثقيل عليك أستاذ مضر؟ ثقيل علي؟ ثقيل على الكل، يعني مش بس علي. لا أعتقد أي واحد بده يأخذ هاي المسؤولية لا شك أنه يعني حمل مش هوين. أولا نبدأ في الداخل، يعني أنت لما بتتحدث عن سلطة محلية في الوسط العربي هذا حمل ثقيل ثقيل، يعني مش هوين. وكمان تزيد عليه كمان قضية اللجنة القطرية، فبطبيعة الحال هون يعني في مسؤولية أكبر وأكبر. بس خلينا نأخذ بالنسبة للسلطة المحلية، طبعا في عندك الموظفين الكبار، في أعضاء المجلس الوحيد، في المساعد، يعني مش بنقدرش نقول يعني مش رئيس المجلس بده يعمل كل شيء بشيء. رئيس المجلس يدير ما يحدث والعمل نفسه يتم من قبل الموظفين وغيره، فأعتقد أنه ممكن يعني الإمكانية تكون. بالنسبة للجنة القطرية، اللجنة القطرية مش شخص واحد، يعني احنا نتحدث عن رئيس اللجنة القطرية، ولكن رئيس اللجنة القطرية رؤساء السلطات المحلية، نتحدث عن رؤساء السلطات المحلية، يعني مجموعة كبيرة وجيدة انتخبت من قبل الناس وهي بتساعد وهي موجودة في داخل اللجنة القطرية. اوكي، خلي المجلس، احنا عارفين مركباته وعارفين بنيته التنظيمية طبعا، من رئيس المجلس وحتى خلينا نقول اصغر موظف، طبعا مع احترامي للموظفين جميعا، يعني معروف كل شيء، حتى الاقسام معروفة ورؤساء الاقسام وموظفين الاقسام، ولكن اللجنة القطرية فيها اقسام او فيها خلينا نتعرف عليها، لانه لحديت هلا بعتقد انه في كثير مواطنين ما بيعرفوش شو بتسوي فيها في اللجنه القطريه. لا، شو بتساوي شيء واذا فيها اقسام زي ما لا خلينا نقول المبنى التنظيمي تبعها، المبنى التنظيمي اللجنه القطريه هي تضم طبعا رؤساء السلطات المحليه العربيه. احنا على ما اذكر يعني مرات تختلف الامور، ما كنتش غلطان 65 سلطه محليه او 67 مش بتذكر، عربي. نعم. المبنى تبع رئيس اللجنه، نواب اللجنة القطرية مقسمة إلى مناطق، جليلين مثلثين والنقب، لكل منطقة في هناك ممثل نائب إلا إذا هو موجود رئيس اللجنة القطرية من هذه المنطقة، فبالتالي رئيس المجلس أو رئيس اللجنة القطرية فيه له 4 نواب. إضافة على ذلك في هناك أمين الصندوق، في عندك هناك الناطق باسم، وفي عندك كمان هناك سكرتير اللجنة، في هناك مدير المكتب اللي هو موظف رسمي مش منتخب، وفي موظف طبعا سكرتير مساعد في الموضوع هذا. هذا هو المبنى التنظيمي خلينا الأساسي. اليوم الفكرة هي هذول مع معاش الموظفين اللي حكيت عنهم؟ الموظفين اثنين مع معاش. موظفين اثنين مع معاش؟ بس موظفين. مين بيمولهم؟ السلطات المحلية ولا؟ السلطات المحلية، يعني هناك في اقتطاع من السلطات المحلية، بتدفع رسوم بتدفعها للجنة القطرية. يعني طبعا هل في سلطات محلية مدعمة على مش كله بيدفع؟ لا مش كله. انت فهمت السؤال طوالي طبعا استاذ مضر. طلع احد المشاكل لا مش قضية محاولة كريم، بس هذا ألم يعني لأنه احنا عارفين طبعا حلو. احنا يعني طيب خلينا انا بدي اطلع الألم اللي موجود، ليه بيدفعوش حسب رأيك؟ ليه بيلتزموش في الدفع في المستحقات؟ طلع أنا أعتقد في هناك سببين. قضية الالتفاف حول اللجنة القطرية يعني هو شيء مطلوب مش دائما موجود. أنا متأكد أنه كل رؤساء السلطات المحلية بغالبيتهم عنده ثقة في اللجنة القطرية وفي عمل اللجنة القطرية، ولكن طبيعة الحال المجالس المحلية العربية يعني وضعها المادي مش دائما جيد، في عندها أولويات ومرات بتستصعب هون وهون وهون. صحيح المبلغ مش كبير، يعني في مجالس 10,000 أو 20,000 وشي، بس برضو بتضل في هناك نوع من الأولويات. قديش المجلس بدفع كل؟ تختلف حسب العدد، حسب عدد سكان. حسب عدد السكان. شو الماكسيموم؟ يعني أعتقد أنه 30,000 شيكل أقصى حد سنويا. هذا هو المبلغ الموجود. يا بلاش. يعني احد المشاكل اللي كانت موجوده عندنا، يعني اذا كل الناس يمكن سمعت على قضيه ما تحدثنا عن خطه 922، و922 ادخلت موارد ماديه للمجالس بشكل مباشر،
ما يسمى هبات الموازنة زادت عندهم، وأكثر وأكثر كمان هناك مبالغ تطوير. بس نتحدث عن هبات الموازنة، فهبات الموازنة فاتت مئات الألوف وأكثر للمجلس، وفي مجالس اللي ما دفعت. بس بدي أسألك سؤال، يعني خلينا نقول ممكن إنه يكون مثلاً إنه في عهدك، طبعاً إحنا من حي الرئيس السابق للجنة اللي هو الأستاذ مازن غنايم رئيس بلدية سخنين السابق، ممكن إنه مثلاً في عهدك إنك تيجي تحطها هاي اللجنة المؤسسة أمام خلينا نقول الدوائر الرسمية ونخليها فعلاً مؤسسة رسمية. هي على ما أعتقد هي كان موجود هذا الموضوع بدي، يعني إحنا منحكيش هي مؤسسة رسمية، هي رسمية مسجلة وغيره. تنساش إنه في عنا مركز السلطات المحلية، ومركز السلطات المحلية هو المؤسسة، والتقرير حتى الدفع الرسوم وغيره وغيراته يستقطع المبالغ تجي بشكل مباشر، يستقطع في ترتيب مع وزارة الداخلية ويستقطع المبلغ بشكل مباشر. بالتالي يعني هم بيعم بتوجه للمجلس المحلي أعطيني الرسوم يستقطعه بشكل مباشر. في نية وفي تفكير هناك إنه نوصل لمرحلة إنه نبني ما يسمى خلينا نسميه فورم لرؤساء السلطات المحلية العربية، اللي يكون زي ما يسمى المركز السلطات المحلية، زي ما في عندك هناك بالنسبة للمؤسسات للسلطات الإقليمية المجالس الإقليمية برضو في عنده مؤسسة. في تفكير بهذا الموضوع. إحنا أعتقد إنه بدي يعني هو من زمان موجود، ولكن أكثر وأكثر أخذ حيز في الفترة الأخيرة في 5 سنين لما تحدثنا على الخطة الاقتصادية، وكان للجنة القطرية دور فاعل جدا بهذا الموضوع. فمن هاي الفكرة بدأنا نفكر إنه كيف ممكن المؤسسة موجودة، ولكن نزيد عمل المنهجية تبعها، تزيد العمل يعني زيادة أكثر وأكثر لجنة بشكل مهني أكثر وأكثر إذا بتستطيع. بدأنا بقضية إنه اشتغلنا عن طريق الخبراء، اشتغلنا مع الجمعيات، وهي العملية البناء اللي إحنا بنحاول نبنيها اليوم في اللجنة القطرية. يعني إضافي كان في عنا اجتماع إن ما كنتش غلطان يوم باليومين ثلاثة، يعني اللي اجتمعنا فيه هناك مؤسسة الجمعيات اللي بتشتغل مع رؤساء السلطات المحلية مع السلطات المحلية مندوبين عن اللجنة القطرية، وتحدثنا هناك عن عملية كيف طريقة العمل بدها تستمر بشكل عام على الخطط الاقتصادية واتباعي ما 922 وخطط إضافية، مواضيع اللي ما بدتوا فيها في قضية 922 فعلا ملحة جدا. وتحدثنا كمان عن قضية أنه كيف ممكن مع الجمعيات والأخرين نبني بناء اللجنة القطرية بحيث أنه يكون هناك مركز يعطي أجوبة في كثير أمور. طيب يعني يتحدث عن كل ما نستطيع، يعني إذا بدك تتوجه سلطة محلية في عندها مشكلة قضائية يتوجه في هناك شخص ممكن يعطي أجوبة، قضايا كثير الممكن يكون فيها أجوبة. طبعا لازم أنتو أو أنت كرئيس اللجنة لازم بلشوا في التفكير فعلا انه احنا هاي المؤسسه لازم تكون مؤسسه رسميه معترف فيها في جميع الوزارات، وتكون مموله برضو مش بس عن طريق رؤساء المجالس، مموله عن طريق مثل مجالس دينيه مثلا يهوديه، مثل ما قلت تفضلت مجالس اقليميه. ولكن في مواضيع اللي هي اليوم ملحه عليكم كرؤساء سلطات محليين مثل هدم البيوت، العنف، كيف انتم بتدرسوا بين بعض كرؤساء المجالس؟ هذه البيوت اليوم يعني احنا بنشوف في ظل الحكومه الموجوده الحاليه طبعا على اليمين وعلى ما بدي اسمي لك اياه، هناك عمل فردي وجماعي. العمل الفردي هو الاساس، هو المجلس المحلي بشخصه يعني كيف بده يتصرف مع الموضوع هذا. تخطيط البلد ما بيتم عن طريق اللجنه القطريه، تخطيط البلد بيتم عن طريق المجلس المحلي. يعني هاي مسؤوليه المجلس المحلي وهي عمل، ومشان تحمي بيوت بده يكون عندك تخطيط. فبالأساس هي المسؤولية الأساسية تقع على مين؟ على المجلس المحلي بشكل فرد. بس أستاذ مضر اليوم في واقع موجود إحنا بنشوف في كل بلد عربي، بعتقد إنه في مئات الدور اللي بلا ترخيص مهددة في الهدم. ألاف. طيب يعني اللي مهددة في الهدم آخر معطى إن ما كنتش غلطان، يعني إذا ما كنتش غلطان يمكن تحدثنا هناك عن 45,000 بيت في الوسط العربي. اللي هي هاي كارثة، مش مهددة مش مهددة ب يعني من ال 45 ألف في يعني بس هاي ما عندها رخصة في مخطط وغيره أكثر عندي في عرب عرعر في عنا ما يقارب الألف بيت بس عرعر بس شو معنى عملية مهدد في الهدم؟ يعني تم محاكمته، استصدر هناك أمر بهدمه، صحيح ما بتم اليوم مش هاي، يعني في هناك أمور حارقة
بيت اللي بدك تهدمه اليوم وبكره والاخر. يعني على سبيل المثال انا اليوم في وضع فعار وعراره في 3-4 بيوت اللي هي مهدده بشكل موجود فعلي، يعني اكثر في 10 او 15 بيت اللي هي يمكن اقل ولكن موجوده تعطل في هاي البلدان. فبقول مظله مجلس عراره كمضر يونس ما بيقدر يشتغل لحاله على هاي المواضيع بما انه بنعرف. انا شرحت انا في عندك القضيه الفرديه وفي عندك القضيه الجماعيه. القضيه الجماعيه القضيه الفرديه زي ما حكيت عمليه التخطيط لا يمكن ان تتم، بتتم من قبل المجلس المحلي. القضيه الجماعيه تتحدث بموضوعين. اولا خلينا نتحدث عن الميزانيات. الميزانيات يعني ممكن المجلس المحلي يتوجه بشكل شخصي ويطالب في الميزانيات، ولكن ثبت انه من ضمن الخطة الاقتصادية اللي كانت موجودة 922 كان هناك قوة كبيرة للجنة القطرية، بالتالي كمان لرؤساء السلطات المحلية تحدث هناك عن موارد مادية تضخ للمجالس المحلية من أجل العمل، لأن المجلس المحلي قد ما يحاول هي مجالس فقيرة، يعني احنا أغلبنا سوتسي أوكونومي واحد واثنين وثلاثة والآخر، فما عنده الموارد كفاية حتى يعملوا التخطيط. كان هناك عملية إهمال طويل، فبالتالي صار الحديث اليوم انه لازم تضخ ميزانيات من اجل التخطيط، ما بتقدر تخطط من غير ميزانيات. فهون دخل العمل الجماعي. العمل الجماعي كان من قبل اللجنة القطرية، اعضاء الكنيسة العرب، الجمعيات، خبراء اللي تحدثت هناك وتلاقوا مع قرار في داخل الحكومة انه تعالوا احنا لازم نحل هاي المشكلة الموجودة في الوسط العربي. فكان هون عملية ايش، محاولة او ضخ ميزانيات. صحيح لم تضخ بالشكل وفي هناك عوائق وحواجز حطت من ضمن 922 تصعب على المجالس المحلية، بس في نهاية الموضوع. الاضافة لذلك بدك تتحدث هون على القضايا الجماهيرية. يعني في كثير وقت يعني احنا متعامل مع قضية الوقت. انا مشان اخطط كرم مجلس محلي بدي اخذ معي سنة سنتين ثلاثة، والمشكله تبعت هدم البيوت بتصير بكره وبعد بكره والاخره. طب كيف بتحل المشكله؟ فهون بتدخل عامل الجماهيري، عامل اللي تتحدث هناك على قضيه تنعرف الاعلامي، كل هاي الامور هون اكثر بيجي قوه اللجنه. طيب اليوم في على المحك في قضيه بيوت قلنسوي مثلا، وانا فعلا انا شفتك عبر الشاشات وفي الاعلام انه انت مواكب القضيه في قلنسوي ساعه بساعه. انتم كلجنه قطريه هل ممكن مثلا انه تلكولوا محل لا برجع بكرر العمل بالنسبه لقضيه قلنسوي. قلنسوي هي مش بس اللجنه القطريه. اللجنه القطريه برجع بقول شو دور اللجنه القطريه في قضيه قلنسوي. دور هي دعم للمجلس المحلي بعدة حالات. أولا قضية الميزانيات، اثنين اتخاذ قرار انه لا بدنا نخطط، والمشاريع اللي هي تعيق التخطيط. على سبيل المثال عندنا مشكله هناك بيقولوا احنا ما بدنا نخطط لانه بنحكي عن منطقه بعيده و و و و فهون دورك انك تيجي تقول ما في حل قلنسوي، حاصرته قلنسوي. قلنسوي بتقدر تتحدث والمجلس كثير في هذا الموضوع، ولكن بده الدعم. حسيت كمان إن المجلس بيتعاون مع السلطات المعنيه؟ اعتقد انه يعني انا اليوم على سبيل المثال يعني امبارح اتصلوا فيه من قلنسوي من اللجنه الشعبيه وغيره ومع المهندس في قلنسوي، وطلبوا انه يجلسوا جلسه معنا مع مجلس عرار ومع المهندس ومعي بقضيه ما يسمى الفتمال. عندنا في عرار وعرار نجحنا في مخطط اللي بسموه التخطيط احنا سميناه التخطيط السريع المعدف التفضيلي. فاحنا نجحنا في اللجنه اللوائيه هاي اللجنه اللي هي انت بتتعامل معك ومع لجنه موجوده في داخل القدس، ما إلها في القلوائية، ما إلها في المحلية، فأنت بتتخطى كل العقبات، بتحل لك طيب. كل المشاكل. فهم يتحدثوا معنا في قلنسوي هل ممكن إحنا نفوت في برنامج الفتمال حتى نحل المشكلة في داخل. فحصتوا الموضوع؟ الحديث ممكن. كان امبارح وطلبوا إنه نعين جلسة ففي طيب. اليومين ثلاثة. السؤال اللي بيطرح نفسه برضو مشكلة. وكمان اذا بتسمح لي يعني في هذا الموضوع، يعني اليوم اسا عندنا في جلسه للجنه القطريه، مندوبين عن اللجنه القطريه والجمعيات، في عندنا على الساعه 2:30 جلسه في مع شاول ماريدور، لا مع مسؤول عن الميزانيات يعني ممني على التكتفين في شاول ماريدور اليوم جلسة بخصوص الخطة الاقتصادية. والعنا على الساعة 4:30 برضو جلسة مع إدارة الفتمال اللي هي التخطيط اللي حكينا عنه السريع، برضو كيف ممكن يدخل في بلداتنا العربية أكثر وأكثر حتى هاي، لأنه نحن بنحكي عن تخطيط لازم يتم طيب. خلال سنة. في موضوع مهم جدا اللي هو قانون كيمينيتس، كيف بتتعاملوا معاه مش كرؤساء مجالس، كلجنة قطرية لرؤساء المجالس؟ قانون كيمينيتس هو اليوم بشوفوه خطير جدا في الوسط العربي. لا شك هو قانون صعب جدا. كيف بتتعاملوا معه؟ قانون صعب لا شك. قانون كيمينيتس احنا حاولنا في الفترة السابقة ولما كان حديث اللجنة القطرية جلست مع كيمينيتس مرة ومرتين وكانت في الكنيسة مع أعضاء الكنيسة مع الجمعيات. قانون كيمينيتس بصيغته الأولى كان أصعب بكثير، تم تعديلات فيه اللي خففت من الوطن.
ولكن ما قدرنا نلغي بتاتا. خلينا ننظر للقانون كمنس بنظرتين. النظرة نشرح للمواطن بإيساب شو القانون كمينيتس. قانون كمينيتس هو عملية أعطى صلاحيات أكثر وأكثر من ناحية كيف التعامل مع ما يسمى البناء غير مرخص. البناء غير مرخص نعم. يعني إذا في السابق كنت توجه للمحكمة والمحكمة تعطي غرامة ويأخذ وقت وغيره، اليوم صار عملية التوجه للمحكمة أصعب وأصعب، صارت قضية الغرامات الإدارية موجودة وسهلة أكثر وأكثر. يعني أنت كرئيس مجلس إلك صلاحية توقف؟ لا بني آدم لا لا, لا. اليوم مش رئيس المجلس، ولكن في هناك ما يسمى يحيدات الأخفاء اللي هي لجنة إجراء، بعرفش كيف نسميها، بتختص في هذا. وين هي موجودة؟ تجلس في القدس بالأساس، ولكن في إلها فروعها في داخل في كل لجنة. لجنة بناء؟ لا لجنة مش في لجنة بناء، وما لهاش علاقة في لجنة البناء. ولا مستقلة خاصة مستقلة اللي موجودة تعنى في قضية إنه هناك بناء غير مرخص، وبالتالي كيف نتعامل معه. طبعا هم اللي بيجبروا شركات البطون مثلا، البطون الإسمنت انه قبل ما انت تروح تصب مثلا صب لفلان لازم يورجيك انه في هناك انت راح تصب في منطقه وفي معاه هناك رخصة. واذا لا بيصادروا له واذا هناك ممكن يصادروا المضخه بالضبط. واو. بالضبط. طلع القانون هو صعب، صعوبته صدقني يعني احنا كمجتمع عربي ونادي كل السلطات المحليه والاخره لا ترغب ان يكون هناك يعني بناء غير مرخص. بناء غير أكيد. مرخص يصعب على المجلس المحلي وعلى رئيس المجلس المحلي والمهندس، وبالتالي لا يعود في الفائدة على المواطن من أي ناحية. اليوم بدك تعرف وين الشارع بده يكون، وين المدرسة بده تكون، وين فالمجالس المحلية وأختي المواطن العربي طيب. بده تخطيط مش أنه بدهش تخطيط. بس قانون كامينتس مشكلته بس برضو. مش أنا أوضحه قانون كامينتس صعوبته بإيش؟ إنه هو حط عملية الإجراء ما أعطى فرصة كفاية للتخطيط. لو كنا ما بعد التخطيط فبظنش أنه في حدا بيجي يتحدث عن قانون كامينتس طيب. وقانون كامينتس مش بس يعني قضية العنف موجودة على طاولة البحث في اللجنة القطرية. قضية العنف موجودة مش بس على خطير آفي خطير مش بس جداً. على اللجنة القطرية قضية العنف موجودة في المجتمع العربي على كل مستوى، كل القيادات، كل المتحدثين. لجنة المتابعة بتتابعها، يعني أنا بعرف أن لجنة المتابعة قامت اليوم في برنامج بتحاول تبني رؤية معينة وتشوف كيف ممكن يكون عملية رد، حتى تحط مش قضية دراسة. يعني خلينا نوضح، يمكن شعبنا تعب ومل من الدراسات، الموضوع مش دراسات، إلى خطة فعلية اللي بتقدر تاخذها أنت وتباشر عمل. لجنة المتابعة كلجنة المتابعة ما عندها الإمكانيات ومش مطلوب، ما بتقدر هون تنفذ خطط معينة. اللجنة القطرية بنسبة معينة برضو ما عندها، مش هي بتقدر تنفذ عملية التنفيذ، بدها تكون بطريقة أخرى، أو تتم من قبل المجالس أو من قبل المؤسسة الحكومية أو اثنين مع بعض، أو الأغلب هم اثنين مع بعض. تحتاج الموارد ولكن تحتاج الخطة وتفعيلية. ففي هناك حديث كثير عن هذا السبيل. أنا قبل كم يوم كنا في لجنة التوجيه اللي باشرت لها قيادة الشرطة. قيادة الشرطة اليوم دعت وقالت بالحديث تبعها وين أخطأنا، ليش يعني عملية العنف في الوسط وين الشرطة أخطأت. بالضبط هيك كان الحديث، اعترفوا في خطأ هيك الحديث نعم. ففي اللجنة اللي كانت موجود دعيت لها كرئيس اللجنة القطرية، وكان دكتور سمير محميد، وكان النواب من كفر قاسم لأنه أخونا عادل بدير ما قدر يحضر، كنا احنا مندوبين وتحدثنا بشكل واضح. بس لكن كان الشيء اللي منيح في هناك كانت جمعيات، كانت هناك قيادة الشرطة، وكان هناك وزارة المعارف، فكان حديث كانت النيابة، تعالوا نشوف كيف ممكن نتحدث حتى نحل هاي المشكلة. الشيء الجديد بعرفش إذا نسميه جديد، ولكن اللي التمسناه إنه حديث الشرطة اليوم بالقيادة الكبيرة تبعتها تتحدث أن هناك مشكلة واضحة، في هناك فشل بالمعاملة أكيد. أولش وبالتالي يجب ما بين المواطن العربي ما بين الشرطة. والشغل الثاني إنه الشرطة بتقول إنه المواطن العربي ما بتعامل معي. شو بدي أتعامل معك يعني؟ أنا شو بشتغل عندك؟ أنت بتأخذ معاش يا شرطي ويا ضابط ويا قيادة شرطة، بتأخذ معاشات أنتم مشان تكشفوا الجريمة قبل ما تقيل. لا في مشكلة أصعب. احنا اخذنا معطى من الشرطه، يعني من المعطيات اللي حكوها على سبيل المثال نسبه العنف في الوسط العربي او الجرائم مش من 27%، المعدل في داخل اسرائيل هو 20 ما كنت شلطان، يعني في الوسط العربي 7% زياده. واو. بتحدثوا عن 2.5% من المجتمع العربي اللي هو في دائره العنف، يعني ممكن نحتوي ونحل مشكله صح، يعني هي مش 20 و30%، بنحكي عن 2.5%. الأصعب من ذلك على سبيل المثال جرائم القتل، 70% من ارتكب جرائم القتل معروف للشرطة، الشرطة بتعترف معروف مين؟ معروف مين هو، ولكن لا يقدم للقضاء في كثير من الأحوال. ليش؟ لأنه
حديثهم بيقول احنا بنعرف ليش بس ما عندنا هناك الاثباتات كارثي. اللي بنقدر نجيبها للمحكمه استاذ مضر كارثي. فالحديث هو شو الحل؟ فقلنا للشرطه طيب لوين يعني انتم بدكم تستنوا الشخص هذا اللي يجي يشهد وبين يعرف او ما يعرفش او يخاطر او ما يخاطرش؟ هذا مش هو الحل. الحل انه في تقنيات الشرطه عندكم الامكانيات كيف تقدروا توصلوا من غير ما يكون هذا الشاهد اللي انتم بتستنوه بتقولوا لانه ما في شاهد بده يشهد يكون. بس هذا جزء من الموضوع. الإشي الأهم من ذلك إنه الشرطة لازم يكون في عندها هناك خطة استراتيجية مع موارد مادية. شو عملها؟ لمست إنه في معنيين في تقديم خطة معينة. أنا ما بدي أتحدث عن لمست أو لم ألمس، أنا بدي الواقع، أنا بدي الإشي النهائي. جلسنا جلسة تحدثوا بشكل رسمي قالوا سنستمر. متفائل خير؟ أنا دائما شخص متفائل. طيب. يعني ما لهاش علاقة بالفعل، أنا شخص متفائل بطبعي. بس بنهاية المطاف إحنا من طالب يعني لما بضيعش حق وراء طالب يا سيدي. خلينا نتقدم لموضوع آخر. أول شيء خلينا نسمع هالكلمات وبعدها من تابع مشاهدينا تعالوا وياكم نستمع إلى بعض الكلمات المفاجئة شوي. تفضل. ضد الصف بين الأحزاب والحركات السياسية لا سيما مركبات القائمة المشتركة لتجسيد الوحدة الحقيقية في مواجهة استحقاقات الانتخابات البرلمانية القريبة وتهيب بالجميع تغليب المسؤولية الوطنية على أي اعتبارات ضيقة خدمة لجماهيرنا العربية وسلطاتنا المحلية وتدعوهم إلى بذل كل جهد مستطاع من أجل تذليل العقبات في سبيل تحقيق هذه الوحدة كضرورة وطنية جماعية. يعني أوضح من هيك كلمات أستاذ مضر؟ أنا ما بشوفش كلمات واضحة صريحة جدا. وفشلته ليش المشتركة فشلت؟ سؤال مش هوي. أول خلينا أوضح اللجنة القطرية يا عمي هي بتركب عدة مركبات. يعني بطبيعة الحال شو المقصود بتركبها؟ يعني هناك رؤساء في تيارات تختلف، هناك رؤساء اللي مثلا من ناحية أيديولوجية بتقول مش لازم نصوت للكنيست، هناك رؤساء اللي بتقول احنا مش شايفين الكنيسة ممكن تصوت بس ما بتساعدنا كثير، هناك رؤساء بتقول التمثيل ما كان يعني خلينا نقول لا ما بقوله غير كافي ولكن مش مشكلة انه يكون هناك حزب هون او حزب هون. بس الغالبية العظمى للرؤساء السلطات المحلية من منطلق عملها مع اللجنة القطرية مع القائمة المشتركة كانت على ثقة انه يجب ان تكون هناك قائمة مشتركة، يجب أن يكون موقف وحدوي خلينا نسمي، وما مثل في الوحدوي كانت القائمة المشتركة. بس أنا بشوف إنه بعض الأطراف ما احترمت تدخلكم في منه. لا هي مش قضية احترام أو غير احترام يعني. طلع أي أحزاب إلها مواقف حاولت، أنا بقدرش أقول حاولت إنه تحافظ على القائمة المشتركة بطريقة أو بأخرى، ولكن بنهاية المطاف يعني ما توفقت. يعني هذا الوضع. خلينا نقول النتيجة بالنسبة لنا يعني كنا نفضل أن تكون هناك القائمة المشتركة حسب رأيي هو أفضل. تعاملنا كان مع القائمة المشتركة إحنا كرؤساء سلطات محلية واللي اشتغلوا 922 كان جيد، يعني بما معناه كان عنوان واحد الأخير. اليوم طبعا صار ممكن يكون أكثر من عنوان واحد. مدر أنت ما زعلتش من المواقف اللي صارت؟ ما بعد زعل لا ولا عتب. أنا بقول نوع من خيبة أمل. خاب أملك لا شك. أنا على المستوى الشخصي كمضر يعني لا شك أنه كان هون خيبة كشخصي. وين توجهك السياسي؟ ممكن نكشف للمواطن. يعني إذا أتبع لا أنا غير موطر حزبيا بتاتا، أنا بعد حالي على التيار الوطني المجتمعي، أنا بحب مجتمعي وبدي أخدمه، هذا هو توجهي. طبعا كل الأحزاب بتقول مضر بما فيها الإسلامية الحركة العربية للتغيير التجمع والجبهة وحتى في كمان حزب اليوم نشأ بقول مضر يونس معنا. وين مضر يونس؟ مضر يونس معناته في كل محل. طيب انتخابي كان في اللجنة القطرية كان إجماع، التوجه كان من قبل كل الأحزاب صراحة. يعني أنا لما كان عملية دعم قضية الترشيح للجنة القطرية ما كنت ليش ما إلك منافس في اللجنة القطرية؟ والله أنا متأكد إنه في كثير جيدين ممتازين اللي كانوا بيقدروا يكونوا يتنافسوا ممتازين في نهاية المطاف يعني. بالتالي بس مضر يونس يعني. ليش؟ يعني بتسألني أنا واللي المفروض أجاوب يعني أمدح في نفسي؟ لا مش تبدأ. أعتقد إنه كان عدة مركبات في الموضوع هذا. أولاً عمل السابق رئيس مجلس يعني في موجود الخبرة. في عندك الخبرة. في الخبرة هاي واحد. تعاملت مع مازن غنايم كثير. أبو محمد في اللجنة السابقة طبعاً. طبعاً أبو محمد كان القائد
القائد في كل ما يتعلق باللجنة القطرية في كل اجتماعاتنا خطة 922 والآخر. وإحنا تواجدنا رؤساء سلطات محلية اللي كانوا حوالي في هذا الموضوع. مضر بدي أسألك سؤال وجاوبني عليه بصراحة اليوم، هل خلينا نقول رئيس المجلس لما رئيس قائمة معينة أو رئيس حزب معين بيجي بقول رئيس المجلس فلان معي ورئيس المجلس فلان معي ورئيس المجلس فلان معي، حسب رأيك يعني رئيس المجلس اليوم بمون مثلا على اللي صوتوا له برضو انه يصوتوا له او 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 يحثهم يصوتوا لحزب معين في الانتخابات العامه اللي هي الكنيسة؟ اي يمكن يمون على قسم منهم، اكيد مش على كلهم. كله بنهايه يعني المطاف يعني اصلا احد المشاكل اللي واجهتها رؤساء السلطات المحليه وكان فيها نوع من الاحراج، انه يا عمي انتم ما تحرجونا يعني اليوم بكره بدي انا رئيس مجلس انا عندي تركيبه مع مين يعني انت بدك تطلب مني تعال الحزب الفلاني تعال بدي اصوت. انا الاصعب من ذلك رئيس مجلس الغير معطر سياسيا، يعني نفرض انا مش تابع جبهه مثلا على سبيل المثال، بكره بدي اروح يصوت لمين؟ طيب ما هو تعامل مع كل قائمة المشتركة وتعامل معها بشكل جيد ويؤمن فيهم جميعا. واليوم الحمد لله انا طلعت من الاخرين انا بقدر اقول لك تركيبه القائمتين ممتازه، هم أشخاص اشتغلنا معهم وأشخاص جدد. أنا طلع التمست اليوم من مضر يونس وأنا بشرفني إنك عندنا اليوم في هذا البرنامج، طبعا أول مرة منلتقي ومش آخر مرة، ولكن أنا التمست إنه أمامي سياسي مخضرم من الطراز الأول. حسب توقعاتك يعني مقاعد سياسي مخضرم من الطراز الأول؟ لا ما ظنيش، بس أعتقد يعني بنهاية سياسي مخضرم يعني مقاعد لا ما عنديش أدنى فكرة، لا ما عدنيش وبظنيش، بس حسب خبرتك. حسب لا خبرتك. بالفعل يعني أحد النقاشات لما تحدثنا في قضية المشترك كان حسب أصعب شيء نسبة الحسم رايحين يتجاوزوها القائمتين. إن شاء الله في هناك اليوم عندنا مشكلة كبيرة أعتقد في الوسط العربي وبالشارع العربي، بس أعطيني التوقع يا سيد العزيز. أتوقع أن القائمتين راح يمر على المستوى الشخصي، وأكرر ما بتحدث كرئيس مجلس كمضر يونس تعامل مع القائمة المشتركة، أعتقد من المهم جدا أن يتواجدوا هذول القائمتين، أعتقد مهم جدا ما يروحش صوت بعيد كليا. في أنا متأكد أنه في أحزاب أخرى وتطرح نفسها ونتمنى لهم كل خير، ولكن في الوضع اللي إحنا موجودين فيه وأنا هاي يجب أن يكون يعني هناك تصويت من ناحية من هذه الناحية. أتحدث باسمي ولا أتحدث باسم اللجنة القطرية، هذا الموضوع نفهم فيه بنهاية المطاف هو فيه تباين، لأن هناك زي ما تحدثت هناك في رؤساء اللي عنده أيديولوجيا مثلا مش لازم تصوت، ولكن بما أنه حدث الصوت ولازم يكون يعني موجود هذا التمثيل فأعتقد مهم جدا يكون فيه له نجاح. ما بدأ تحدث اليوم تركيب السياسي بدأ تتغير يخرج للتصويت. برجع وبكرر على المستوى الشخصي كمضر يونس والآخرين كمضر فأعتقد أنه صوته مهم، ولكن من هذا المطاف لا أستطيع أن أتوجه للناخب العربي وأقول له أخرج للصوت. أحترم رأيه كأيديولوجية كالآخرين، هذا موقف يخصه يتحدث فيه هو بقرره، أنا مضر أمتنع إذا سمحوا لي. أنا يعني في عندنا صعوبة لو بدأت صوتي بعدين أنا شكلي بدي أقسم البلد يعني عندنا أقول للبلد قسم حالكم هون وهون يعني فإذا بدي رد علي الأخير عارف بدي تنسر مش أبلا لا شك. طيب أنا شايفك إنك بتحبش التوقعات، ولكن بدي أسألك عن التوقعات. أنا ما أظن إنه عاد غير مسؤول من الطرف يعني ما عندي معلومات. بيبي نتنياهو رئيس وزراء القادم لدولة إسرائيل؟ يعني أنت بتسألني هاي الأسئلة حسب اعتقادك أي معتبر أقدر أعطيك؟ إحنا رؤساء السلطات المحلية بنفوت على المجلس المحلي واللي بنعرفه، ما عندنا استطلاعات ولا يا رجل بنتو أنتوا السياسة عندكم يعني بدي أسألك سؤال. أنا لا 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 واضح لا واضح يعني أنت بدي أسألك فوت على عارة وعرعرة الناخب في عارة وعرعرة حسب رأيك ربي بنتنياهو بأخذ أصوات ما بأخذ أصوات ما أنا مش بأخذ أصوات بس أنا ما بقدر أقيم لك شو بيصير معاه في روشة هاي. هو رئيس وزراء القادم احساس يعني قصدك ولا اخره احساسك يلا احساسك اسمح لي ما جاوبش لاني ما بدي اعطي احساسك سمحت لك. طيب بهذا مشاهدينا الكرام ناتي لهذه الحلقه من برنامج تخلص يعني من الاخر. نشكر السيد مضر يونس رئيس مجلس عارة عرعرة ورئيس اللجنه القطريه لرؤساء السلطات المحليه العربيه. شكرا للاستاذ مضر. اهلا وسهلا فيك. على امل لقائكم في الاسبوع المقبل بمشيئه الله. الى اللقاء.